النشرة المسائية المفصلة نقدمها لكم من تلفزيون لبنان. مساء الخير. تتابع الأوساط السياسية باهتمام جولة السفير السعودي وليد البخاري على القيادات السياسية والمرجعيات الدينية في محاولة لاستكشاف ما عاد به من الرياض حول مستقبل دورها في لبنان في ضوء الاتفاق السعودي الإيراني. وقد بات واضحا أن الموقف الجامع المنسوب إلى بخاري شدد على أن ليس للمملكة اعتراض على أي مرشح رئاسي يختاره اللبنانيون ويحظى بثقتهم، مشددا على أن ما يتوافق عليه اللبنانيون نرحب به وأنه يجب وضع حد للفراغ الرئاسي بأسرع وقت ممكن. السفير السعودي اجتمع اليوم إلى الرئيس تمام سلام، أما في بنشعي فكانت زيارة لنائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب إلى رئيس تيار المردى سليمان فرنجي، مشددا بعد الاجتماع على أن لدى سليمان باك كل الانفتاح للتواصل والحوار والتفاهم مع كل الأفرقاء، مشيرا إلى أنه سيعود للقاء فرنجي بعد انتهاء جولته للتشاور حول كل الأمور. وفيما تواصل القوى المعارضة حشد جهودها للتوافق على مرشح واحد أو أكثر لخوض الاستحقاق الرئاسي، لفت النائب غسان سكاف من بكركي بعد لقائه البطريرك الماروني إلى وجود بصيص أمل بأن يكون لدينا رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن. ووسط كل تلك التحركات تفيد الأجواء النيابية المقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يترقب حركة الاتصالات الخارجية والداخلية ومساعي الوسطاء واكتمال الترشيحات قبل الدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس. وفي لندن جمع لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بولي عهد الكويت الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح في مقر إقامة ولي العهد في العاصمة البريطانية. تم عرض العلاقات الوطيدة بين لبنان والكويت وأبرز المستجدات على الساحتين العربية والدولية. ويذكر أن الرئيس ميقاتي يزور المملكة المتحدة بدعوة رسمية للمشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث. بداية النشرة من بنشعي، فقد استقبل رئيس تيار المردى سليمان فرنجي في دارته في بنشعي نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي أشار بعد اللقاء إلى أنه وجد لدى سليمان بيك كل الانفتاح للتواصل والحوار والتفاهم مع كل الأفرقاء. طبعا اليوم بتشرف بزيارة سليمان بيك لأنه هيدي الزيارة هي ضرورية من بعد الجولة اللي كنت عم قوم فيها على كل المرجعيات السياسية بالبلد، والهدف منها هو لحتى نلاقي قواسم مشتركة، لأنه ما حدا عم يتحاور مع حدا، ما حدا عم يحكي مع حدا بموضوع رئاسة الجمهورية والفراغ والمشاكل اللي موجودة واللي عم بتواجه اللبنانيين، وضرورة نعرف أنه عامل الوقت هو أساسي. بكل اختصار لقيت عند سليمان بيك كل الانفتاح للتواصل وللحوار وللتفاهم مع كل الأفرقاء بدون ما يكون في شيء مخفل، خاصة أنه هيدي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تخلي اللبنانيين يقعدوا مع بعضهم ويحكوا بكل الأفرقاء اللي مختلفين مع بعضهم بالدرجة الأولى، لأنه هو هيك بيكون الحوار مع ناس مختلفين بين بعضهم البعض على الآراء اللي كل حدا بمثلها أو عنده إياها. طبعا هذا هيك تواصل هو ضروري، وطالما ما في شروط مسبقة، وهذا اللي عم بسمعه من كل الأفرقاء اللي برمت لعندهم، ممكن ينحط أطر معينة لنشوف كيف منمد جسور التواصل، لأنه عامل الوقت هو ضروري والكل صار شايفه. انطباع جيد، الاجتماع كان كتير منيح، خاصة أنه الانفتاح موجود ودون شروط للتواصل مع أي فريق آخر كمان موجود. من بعد ما خلص كل الجولات بنرجع بنشوف نتواصل مع سليمان بيك لنرجع نحكي بالأمور الأخرى. في إطار جولات السفير السعودي على المسؤولين، استقبل رئيس تمام سلام في دارته في المصيط بسفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وتم عرض للأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، كما تم التشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن منعا لإطالة مدة الفراغ ودخول لبنان في المجهول بحسب بيان صادر عن مكتب سلام.
في إطار جولته على المرجعيات الروحية والسياسية سعيا لحل الأزمة الرئاسية، النائب غسان سكاف بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي قال هناك بصيص أمل في الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب بعد طرح مجموعة من الأسماء على أن يستكمل لقاءاته مع الأفرقاء. وتوصلنا بالجولة الأولى إلى عدد قليل من الأسماء يلي تداولنا فيها مع وطيط البطرك، ورح نكفي المداولات مع أفريقاء آخرين باليومين المقبلين. ما رح ندخل اليوم بالأسماء ولا رح نعلن أسماء، ولكن بالمرحلة المقبلة ستعلن الأسماء بالمعطيات اللي عندنا إياها. نعم متفائلين أنه سنصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية قريبا، ويجب أن تترافق الحركات الداخلية اللي عم نعملها مع الحركة الخارجية يلي اليوم بلشنا عم نلمسها. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أكد أن بلدنا هو جزء من منطقة تزحف باتجاه تسوية أوضاعها وترتيب مصالحها بالتي هي أحسن، لكن في لبنان هناك من يصر على شرذمة الموقف اللبناني وتصديع المجتمع اللبناني وتضييع فرصة أن يلتئم اللبنانيون لحفظ مستقبلهم ورعاية شؤونهم وصون مصالحهم والدفاع عن بلدهم. لأن الاستحقاق الرئاسي واختيار الرئيس أيها الأعزاء، لأنه البعض بيقول الناس تعبت صار بدها حل، يلا خلصونا كيف ما كان. أيها الأعزاء، الرئيس له علاقة برسم مسار البلد الاستراتيجي، لا يمكن أن يحصل تسامح وتساهل في اختيار الشخص الذي يشكل ويجب أن يشكل ضمانة لكم ولأمنكم ولسيادتكم ولمصالحكم، والشخص الذي لا يدار من قبل الأعداء على الهاتف. نقول ذلك أيها الأعزاء، وبلدنا هو جزء من منطقة تزحف باتجاه تسوية أوضاعها وترتيب مصالحها بالتي هي أحسن، تنحو باتجاه وقف الحروب العدوانية، تنحو باتجاه تحقيق تنمية، تنحو باتجاه تصفير المشاكل. اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مقر إقامة ولي العهد في لندن. شارك في الاجتماع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى وسفير الكويت بدر محمد العوضي. وخلال اللقاء تم عرض العلاقات الوطيدة بين لبنان والكويت وأبرز المستجدات على الساحتين العربية أو الدولية. ويذكر أن الرئيس ميقاتي يزور المملكة المتحدة بدعوة رسمية للمشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني الوزير السابق غازي العريضي، وعرض معه الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية. كما التقى الرئيس بري رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير.
وفي الشأن القضائي، استمعت الوفود القضائية الأوروبية اليوم إلى إفادة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على مدى 3 ساعات، شرح خلالها الأخير طبيعة عمله في مصرف لبنان، ووعد بتقديم مستندات تتضمن النصوص القانونية الخاصة بالمصرف المركزي. وتسلمت الوفود مستندات من رجا سلامي شقيق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامي، ومن ندى مخلوف. وأنهت الوفود مهمتها على أن تغادر بيروت مساء. غرد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري على تويتر كاتبا: تقدم لبنان 11 مرتبة مقارنة بعام 2022 استنادا إلى التقرير السنوي لمؤسسة مراسلون بلا حدود الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة عن عام 2023. التقرير الذي يشمل 180 دولة سجل تقدم ملحوظ للبنان في مؤشر حرية الصحافة رغم كل الظروف القاسية التي يمر بها البلد، وهذا مؤشر إيجابي. يبقى أن نعمل سويا لإقرار قانون إعلام عصري يضمن ويقدس حرية التعبير ضمن أطر ومفاهيم أخلاقية. ولا ننسى ضرورة عودة عمل المؤسسات، فنرفع لبنان إلى مستويات أعلى على كافة الصعد. وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري يؤكد أن سليمان فرنجي هو المرشح الوحيد الذي يتحدث عن اليد الممدودة، ويؤكد انفتاحه على البلدان العربية. وخلال حوار مفتوح معه بدعوة من رابطة أبناء بيروت، أشار الوزير المكاري إلى أن البلد لن يستقيم من دون رئيس، وهناك من يهدم الوطن لمصالح وأطماع شخصية وشخصانية. دعا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري المسؤولين إلى التحلي بروح المسؤولية وترك الأحقاد والأطماع الشخصية جانبا، مشيرا إلى ضرورة رصد المتغيرات الإيجابية على مستوى الإقليم وتطويعها لصالح مصالحنا الوطنية، بدءا بالرئاسة مرورا بالحكومة وصولا إلى ملف النزوح الذي يجب أن نضعه على رأس أولوياتنا. وأكد الوزير المكاري أن الوزير سليمان فرنجي هو المرشح الوحيد الذي يتحدث عن اليد الممدودة، ويؤكد انفتاحه على البلدان العربية. كلام الوزير المكاري جاء خلال حوار مفتوح معه بدعوة من رابطة أبناء بيروت، تم خلاله البحث في التطورات اللبنانية والعربية والإقليمية والدولية، وبحضور شخصيات وفاعليات بيروتية. إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي معكم في رحاب هذه العاصمة الأبية والعصية، في رحاب هذه بيروت التي لطالما كانت منطقة النخب المثقفة ومبعثا للوعي الفكري والوطني في آن، ولذلك استهل اللقاء معكم بتوجيه تحية بيروتية لكم ومن خلالكم إلى كل العائلات البيروتية العريقة التي تقطن في عمق الوجدان الوطني. هذا الوجدان الذي يمس مهما بلغ مستوى الأزمات المالية والسياسية. اقتصاديا الوضع معروف ولا يحتاج إلى تنظير، وهذا الوضع الاقتصادي السيء ليس منفصلا عن الوضع السياسي، حيث التعطيل يلقي التحية على فخامة الفراغ الذي يعتلي كرسي بعبده جراء الحواجز الحاقدة المنصوبة على طريق بعبده. ينبغي على جميع المسؤولين التحلي بروح المسؤولية وترك الأحقاد والأطماع الشخصية جانبا، لأن لبنان الذي نحب تعصف به موجة نزوح سوري أشد وطأة من كل العواصف التي ضربت لبنان منذ تأسيسه. ينبغي علينا رصد المتغيرات الإيجابية التي تحصل على مستوى الإقليم وتطويعها لصالح مصالحنا الوطنية، بدءا من الرئاسة مرورا بالحكومة وصولا إلى ملف النزوح الذي يجب أن نضعه على رأس قائمة أولوياتنا. وخلال اللقاء تحدث رئيس المجلس الثقافي الإمائي لمدينة بيروت الإعلامي محمد العاصي، الذي نوه بالوزير المكاري وأدواره في المجالات المختلفة. كما ألقى السيد سعد الدين الوزان كلمة أشاد فيها بالوزير المكاري وشخصيته الوطنية وتعاطيه الراقي في مختلف المجالات.
برعاية وحضور وزير الإعلام، جريدة أرارات تحيي ذكرى الإبادة الأرمنية وذكرى شهداء الصحافة اللبنانية. والوزير المكاري يؤكد أن لبنان وأرمينيا يشكلان نموذجا من حيث التضحية والثبات. برعاية وحضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أحيت جريدة أرارات ذكرى 24 نيسان الإبادة الأرمنية و6 أيار شهداء الصحافة اللبنانية في احتفال بعنوان معا بالقدر بحضور حشد من الفعاليات السياسية والثقافية والصحفية. ووجه الوزير المكاري الشكر لجريدة أرارات لأنها تضيء على تاريخ مشترك لبلدين وشعبين لطالما كانا واحدا، دفاعا عن الأرض والهوية وصونا للكلمة الحرة. وأكد الوزير المكاري أن لبنان وأرمينيا يشكلان نموذجا من حيث التضحية والعمل والثبات على المبادئ. منذ أكثر من 100 عام نحن واحد، سواء كنا لبنانيين أبا عن جد أو لبنانيين من أصل أرمني. نحن واحد في النضال من أجل قضية، وفي بذل الذات من أجل وطن، والاستشهاد في محراب الكلمة، وفوق كل ذلك نحن شعب لا يعرف اليأس إليه سبيلا. نعم، شعب لا شعبان. اللبنانيون واللبنانيون الأرمن ملأوا الدنيا هجرة وعملا وفكرا، وشغلوا الناس نجاحات وإبداعات وإشعاعا، حتى نكاد نقول أن لبنان يصدر إلى أصقاع العالم أدمغة لبنانية وأرمنية ترفع لها القبعة أينما حلت. اللبنانيون والأرمن لا يجتمعون اليوم هنا لاستذكار جرائم الإبادة وتعليق المشانق، بل للاحتفال الانتصار على كل من ظن لوهلة أنه قادر على طمس تاريخ ومحو حضارة واستئصال شعب يفكر، إذا هو موجود وسيبقى أبد الدهر. هذه علة وجودنا، الفكر، ومن يخيل له أنه أقوى من الفكر فهو أضعف الضعفاء. نحن ماضون في النضال والدفاع والعمل حتى آخر نقطة دم في أقلامنا وآخر نقطة حبر في عروقنا. نعم، إنه الدم يسيل في أقلامنا نكتب به مصائرنا، والحبر يتدفق في عروقنا ويحيينا. نجدد الشكر لجريدة أرارات على تذكيرنا اليوم بأننا شعب حي. من جهته أشار نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي أن تلازم ذكرى المجازر التي حلت بالشعب الأرمني مع ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية ليس مصادفة من حيث التوقيت ومن حيث النتائج، فهي متشابهة وتتلخص بعنوانين رئيسيين: وأد الحرية والقضاء على التنوع. من حق الأرمن ألا ينسوا، طالما أن إنكار ما حل بهم لا يزال قائما، فأيا تكن الزرائع والأسباب من حقهم إذا غفروا ألا ينزعوا من قلوبهم وذاكرتهم صورة المآسي والفواجع. وإن الشرط الأساس لتجاوزها يكون بالاعتراف بالمجازر والعمل على نهج جديد يقلص الفجوة ويردمها. كما شددت الكلمات في الاحتفال على ضرورة إنصاف ضحايا الإبادة الأرمنية من خلال الاعتراف وعدم الإنكار والاعتذار. نقابة محرري الصحافة تحيي ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية باللقاء عند قاعدة تمثال الشهداء في وسط بيروت، والكلمات تشدد على ضرورة حماية الصحفيين وحرياتهم العامة. أحيت نقابة محرري الصحافة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية بلقاء عند قاعدة تمثال الشهداء في وسط بيروت، بمشاركة وحضور المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسن فلحة، ممثلا وزير الإعلام زياد المكاري، ورئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، ونقيب المحررين جوزيف القصيفي، وحشد من الإعلاميين والإعلاميات. وخلال اللقاء وجه فلحة التحية إلى كل الشهداء الذين سقطوا من أجل حرية الكلمة، والذين سقطوا في
وجه الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الإعلاميين إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، مطالبا بالسعي لأن تكون هذه المهنة ذات ضمانات اجتماعية واقتصادية ونهاية خدمة. يوم يجب أن نسعى نحن كإعلاميين وكإعلاميات لأن نرتقي إلى مستوى الحرية الإعلامية التي نعيش في هذا البلد، أن نكون أحرارا كإعلاميين، أن نعيش إعلاما حرا كالحرية الإعلامية التي يعيشها لبنان. نحن اليوم نريد أن يكون العاملون في الصحافة وفي الإعلام يتمتعون بقدر كبير من الكرامة، بقدر كبير من الشروط اللائقة التي تليق بهم وبعملهم. صحيح الحرية هي صنع لبنان وهذا تأكيد، نحن في بلد صنعنا المعجزات، هذا البلد فيه الإمكانيات الكبيرة والهائلة، التطلع إلى المستقبل هو الأساس، العيش في الماضي الذي هو ماضي جميل خاصة على المستوى الإعلامي وما نملكه من حضارات إعلامية مش بس ومن ثقافات إعلامية، نحن يجب أن نكون أقوياء. من جهته طالب القصيفي بإعادة تثبيت ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية على لائحة العطل الرسمية، داعيا إلى العمل على دعم قطاع الإعلام وتوسيع رقعة الضمانات للمنتسبين إلى نقابة المحررين واحترام قانون المطبوعات. أن لا لبنان من دون حرية ولا حرية من دون حرية الصحافة والإعلام، فلنصون لبنان الحر السيد المستقل، علينا أن نحصن صحافته وإعلامه بقانون جديد شامل عصري للإعلام. على الرغم من عشرات المسودات واقتراحات القوانين لم يبصر القانون النور، وأن اقتراحا جولة لوفد برلماني أوروبي من حركة تجديد أوروبا على فعاليات سياسية والملف الرئاسي بندن أساسي في لقاءاته. ما حملها الوفد البرلماني الأوروبي من مجموعة تجديد أوروبا في جولته من الملف الرئاسي مرورا بقضية النازحين السوريين وصولا إلى محاربة الفساد في لبنان. المحطة الأولى كانت في الصيف بلقاء ضم إضافة إلى كتلة نواب الكتائب النواب نعمة فرام والضح الصادق مارك ضو والوزير السابق زياد بارود. بيانا عن حزب الكتائب أوضح تأكيد الوفد توجيه القضاء الأوروبي لدعم استقلالية القضاء اللبناني في التحقيقات بدءا من قضية تفجير بيروت وصولا إلى سرقة أموال المودعين. وحول ملف الرئاسة أوضح البيان أن النقاش تركز حول كيفية تحقيق اختراق في العملية السياسية من دون فرض مرشح فريق على الفريق الآخر، والتأكيد أن الرئيس المقبل يجب أن يكون حرا ومستقلا عن أي فريق يسعى لتسخيره لمصالحه الفئوية، وبالتالي من الضروري العودة إلى أصول اللعبة الديمقراطية وعدم محاولة فرض معادلة إما هذا المرشح أو التعطيل، وكذلك الخروج من معادلة السلة التي تتضمن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وفي موضوع النازحين قدم رئيس الكتائب شرحا مفصلا لرؤية حزب الكتائب لحل الأزمة، طالبا من الاتحاد الأوروبي ضرورة اعتبار معظم السوريين في لبنان لاجئين اقتصاديين بعد توقف القتال في سوريا والمساعدة على إعادتهم إلى بلدهم سالمين وتقديم الدعم لهم في بلدهم لإعادة بناء قراهم ومدنهم، مؤكدا أن لبنان لا يمكنه الاستمرار وحيدا في تحمل أعباء هذا الوجود في ظل أزمته الراهنة. إلى مقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي توجه الوفد الذي تسلم من التيار ورقة الأولويات الرئاسية التي يجب أن تشكل ورقة إنقاذية يتوافق عليها الجميع، إذ على الرئيس أن يتمتع بدعم مسيحي ويكون لديه بعد وطني. كما تناول اللقاء الإصلاحات المطلوبة خصوصا لجهة مكافحة الفساد، حيث عرض التيار للخطوات التي قام بها في هذا الإطار. لقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون كان المحطة الثالثة في جولة الوفد الأوروبي وتناول البحث الأوضاع القائمة في لبنان. الوفد الأوروبي عاد وتوجه إلى مقر جهاز العلاقات الخارجية لحزب القوات اللبنانية في السيوفي وجرى البحث في الملفات السابقة الذكر مع نواب من تكتل الجمهورية القوية.
التقى رئيس الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل نائب المنسقة الخاصة في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا. تركز البحث على موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، وعرض رئيس الكتائب بحسب بيان مكتبه الألمي أمام زائره تفاصيل الأزمة التي يعاني منها لبنان وعدم قدرته على تحمل عبء هذا العدد الكبير من السوريين الموجودين على أراضيها. تسلم الجيش هبة قدمتها السلطات الأمريكية في احتفال أقيم في ثكنة داني حرب غسطى في حضور ممثل قائد الجيش العماد جوزيف عون في السفارة الأمريكية، إضافة إلى وفد من منظمة ماك وعدد من الضباط. استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري في مكتبه النائب ملحم الحجيري على رأس وفد من فعاليات عرسال ومخاتيرها، وعرض معهم أوضاع المنطقة وسبل تسهيل العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين. أرجأت هيئة المجلس العدلي جلسة استكمال الاستجوابات في قضية انفجار خزان المحروقات في بلدة تليل العكارية إلى 16 حزيران المقبل. فاصل ونعود. أحييكم مجددا ونتابع قراءة النشرة. توقيع عقود شراء الطاقة مع شركات الأحدى عشر الخاصة التي حصلت على ترخيص من مجلس الوزراء لإنتاج 165 ميجاوات من الطاقة النظيفة. إنجاز جديد لوزارة الطاقة متعدد الاتجاهات، بشرى للبنانيين بزيادة التغذية الكهربائية بعد 12 شهرا، وإشارة إيجابية للمجتمع الدولي بأن لبنان جاد في مسار التحول إلى الطاقة المستدامة الأقل كلفة. الإنجاز أعلن عنه وزير الطاقة وليد فياض بعيد توقيعه عقود شراء الطاقة مع الشركات الإحدى عشرة التي حصلت على ترخيص من مجلس الوزراء لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. ويأتي توقيع عقود شراء الطاقة هذه التزاما بقرار مجلس وزراء رقم 34 بتاريخ 12 أيار 22، والذي أعطى من خلاله مجلس وزراء 11 رخصة للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بسعة 15 ميجا، أي ما مجموعه 165 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وبيع مؤسسة الكهرباء هذه لصالح مؤسسة الكهرباء لبنان بسعر 5.7 سنت أمريكي في منطقة البقاع، وبسعر 6.27 سنت لكل كيلوات أور في المناطق خارج منطقة البقاع. وقد فوض مجلس وزراء بقراره وزير الطاقة والمياه التفاوض وتوقيع عقود شراء الطاقة مع هذه الشركات خلال مدة 12 شهرا، وستشكل هذه المحطات الشمسية إضافة هامة على المزيج الطاقوي في لبنان لناحية التحول نحو المزيد من الطاقة المستدامة النظيفة. فياض أشار إلى أنه كان للدعم الموضوعي على أسعار المحروقات المستعملة في المولدات وعلى أسعار الكهرباء المنتجة من مؤسسة كهرباء لبنان الأثر السلبي لناحية تطوير مشاريع الطاقة الشمسية. أما اليوم وقد قامت وزارة الطاقة برفع الدعم العشوائي عن أسعار المحروقات وتعرفة الكهرباء، أصبحت أنظمة الطاقة الشمسية الأقل كلفة، بالإضافة إلى كونها طاقة نظيفة مستدامة. ففي حين تصل كلفة إنتاج الكهرباء في المؤسسة كهرباء لبنان إلى حوالي 17 سنتا أمريكيا لكل كيلووات ساعة، تسمح هذه العقود بتأمين طاقة شمسية نظيفة بكلفة 5.7 و6.27 سنتا أمريكيا لكل كيلووات ساعة، وتعتبر هذه الأسعار عادلة جدا. افتتاح مركز جديد لتنفيذ مشروع فرز النفايات من المصدر برعاية وزير البيئة. بهدف تنفيذ مشروع فرز النفايات من المصدر، افتتحت مبادرة يلا ريتيرن بالتعاون مع جمعية إيرثلي أرضلي مركزا جديد في الحمرة برعاية وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين وبحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود. نستقبل من الناس كل شيء بنعمله إعادة تدوير، يعني بالمبدأ بلاستيك كرتون
تنك ورق ألومنيوم كله عشان بده يكون نظيف ومفضى ومضغوط وكل شيء له سعر معين دغري الأوبريتر أو الموظف بيبدلهم بمصاري وهم سيستم حساب يعني حتى فيك تخليهم بالحساب وتسحبيهم ساعة اللي بدك حتى فيك تتبرعي فيهم لكذا جمعية مشتركين مع شركة يلا ريتيرن تتبرعي بالمصاري. خلال هالسنتين اشتغلنا بشكل كثير جدي ننشئ مراكز لتجمع المخبوزات وتستلمها من الناس لتقدر تعمل ثقافة الفرز من مصدر. لازم يكونوا هذه المراكز انه انت بتعطي المخبوزات الا وما نخلطها مع بعض البعض. اليوم مع يلا ريتيرن ومع الجمعيات عم تشتغل على هذا الموضوع ومع اكيد تعاون مع بلدية بيروت والوزارة عم ندعم هالمبادرات. ونحن كمان اطلقنا الاسبوع الماضي 10 مراكز كمان مع بلدية بيروت وهول الوزارة امنت تمويلهم عبر هبة من البنك الدولي. انا بامن بهيك مشاريع وهيدي اساسيه تا نقدر نتوصل لمعالجه مساله النفايات. النفايات ما لها طريقه معالجه الا عن طريق الفرز المنزلي وهيك بنخفف كثير من حجم النفايات. وهذه المراكز بتخلي الناس تعرف انه هي شغله ما راح نزعم تعبها بالبيت بالفرز انه استلموه بايد امينه وانه هذه العمليه حتتتابع وبالتالي لازم هيدا المركز يكون بكل حي وبكل شارع في منه. برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض ممثلا بمدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزيف الحلو عقد مؤتمر صحفي في قاعة المكتبة الطبية داخل حرم مستشفى رفيق الحريري الجامعي سلط الضوء على التعاون القائم بين الجمهورية التشيكية والمستشفى ذلك في حضور السفير التشيكي في لبنان ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله ومدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور جهاد إسعادي. استضافت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا مصمم الأزياء اللبناني العالمي إلي صعب ضمن سلسلة لقاء مع فنان التي تنظمها السفارة الأمريكية وتسلط فيها الضوء على المواهب اللبنانية في حضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ووزراء الإعلام والصناعة والاقتصاد. وبوصعب يقول طموحي أن يصبح لبنان من أكبر عواصم الموضة في العالم. كرمت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شاي ضمن سلسلة ميت ذا أرتست التي تنظمها السفارة الأمريكية في بيروت مصمم الأزياء اللبناني العالمي إلي صعب. ومن المعروف أن صعب تعاون خلال مسيرته مع نجمات عالمية ورموز ثقافية وتميزت تصاميمه بالأناقة والجمال والفخامة. الخطوة هو الشيء اللي بعمله أنه بحبوا العالم أنه البرودكت اللي بعمله هي اللي وصلتني للعالمية. أكيد إنه النجاح هو كتير أشياء فوق بعضها يعني ما في شغلة واحدة بتخلي الإنسان يقول عن حاله ناجح يعني بده يكون عنده كتير نجاحات فوق بعضهم حتى يثبت إنه هو ممكن يكون إنسان ناجح. الليلة كانت النسخة التاسعة من ميدي أرتست ونحن في السفارة الأمريكية نكرم في كل مرة فنان من مجال مختلف. هذه المرة هو مصمم أزياء إلي صعب هو أيقونة الموضة ليس فقط في لبنان بل حول العالم ويشارك رؤيته مع الشباب الذين يحبون الدخول في هذا المجال. لذلك نحن فخورين بتسليط الضوء على نجاحاته. يعني بالنهاية بالرغم من أنه كل السواد يلي محيط بالبلد هلأ بالقليل فينا دايما هيك حدا يتنفس ويروح يشوف قصص مثل اليوم تكريم إلي صعب يلي هو وصل للعالمية. إلي صعب حكي اللغة تبع لبنان كلها سوا يلي هي صنعة في لبنان وهيدي رسالة كتير كبيرة وهيدي رسالتنا بالمرحلة اللي جاية نأكد أكتر وأكتر على صنعة في لبنان ونحط لبنان بمكانته اللي لازم يكون فيها يلي هي الصناعة اللبنانية. كتير فخورة لأنه بدنا مناسبات مثل هيك تا الناس تشوف أنه في فن وثقافة على مستوى مرفوع كتير مش الكراكيب اللي نشوفه كل الوقت. لبنان برغم كل شيء صار هو لبنان الفن لبنان الثقافة ولبنان الجمال لأنه رغم ظروف لبنان القاسية دايما من فتش على يعني ضوء
وهلأ تكريم السفارة الأمريكية هون لفنان كبير وناجح عالمي اللي صعب، يعني هيدي كمان دليل نجاح له وللبنان كمان. هي الفكرة الأساسية الموجودة بهالمناسبة أنه يعني بتعمل كوكبة من الإعلامية ومن الفنانية ومن نخبة أهل السياسة، بس بنكون بأجواء فنية عالية جدا وبعيدة عن السخط السياسي اللي منعيشه بيومياتنا. مبادرات شبيهة تعطي دعما قويا للفنانين والفن اللبناني في العالم، خاصة في ظل الظروف التي نعيشها. وإلى أخبارنا الدولية والعربية، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه سيتوجه إلى السعودية نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع القادة السعوديين، فضلا عن مسؤولين هنود وإماراتيين سيشاركون في اللقاءات من أجل التنسيق الأمني. البيان الختامي لزيارة رئيس لسوريا، الاتفاق الإيراني السعودي خطوة مهمة نحو مزيد من التطورات الإيجابية التي تخدم استقرار الشرق الأوسط، ودعوة للمجتمع الدولي لتقديم المساعدات المطلوبة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين. ليست عابرة زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لسوريا، لا سيما مع الرسائل المتعددة التي بعثها الأخير والتي قد تحدث انعطافة في المنطقة في ملفات عدة. تغير الظروف لصالح الشعب السوري والمنطقة بات واضحاً، والشعب السوري وشعوب المنطقة يعتقدون اليوم أن إيران ركيزة قوية. البيان الختامي للزيارة دار في الفلك عينه، ترحيب بالتطورات السياسية الإيجابية في المنطقة، لا سيما التواصل البناء بين سوريا والدول العربية والاتفاق الإيراني السوري الذي جرى برعاية صينية، واعتبار الخطوة مهمة نحو مزيد من التطورات الإيجابية التي تخدم استقرار الشرق الأوسط، وتأكيد على ضرورة التضامن والتماسك بين الدول في المنطقة. لم يغب ملف اللاجئين السوريين عن البيان الختامي، فالفريقان طالبا المجتمع الدولي بتقديم المساعدات المطلوبة في هذا المجال لتسهيل عودتهم ووقف استغلال معاناة اللاجئين من قبل بعض الدول لخدمة برامجها السياسية. وفي بيان الرئيسين كذلك إدانة لكل أشكال الوجود غير الشرعي للقوات العسكرية على أراضي سوريا التي تشكل احتلالا، وتأكيد على ضرورة إنهائه، وإدانة شديدة للممارسات الأمريكية في سرقة الموارد الطبيعية لسوريا، ومطالبة المجتمع الدولي بموقف حاسم لوقف هذه الأعمال. الجانبان عبرا عن ارتياحهما للتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وشددا على استمرار التعاون من أجل القضاء على جميع الجماعات الإرهابية بشكل نهائي، واستنكرا بشدة الاعتداءات التي ينفذها العدو الإسرائيلي على سوريا، وأكدا على حق سوريا المشروع في الرد على هذه الاعتداءات بالطريقة المناسبة. وذكرت سلطات البلدين أن الجانبين أكدا أن الكيان الإسرائيلي هو السبب الرئيسي للأزمات وتهديد السلام والأمن في المنطقة، إشارة إلى أن الرئيس تقدم بدعوة رسمية إلى الأسد للقيام بزيارة رسمية إلى إيران. ختام النشرة، إلى اللقاء.